وما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ معناه أنه يفسد صيام الحاجم الذي يمص الدم بالقرن والمحجم، ويفطر المحجوم الذي سحب منه الدم، فالاثنان أفطروا الحاجم الذي استخرج الدم بواسطة آلته، والمحجوم الذي سحب منه هذا الدم. أما المحجوم فلخروج الدم الكثير منه، لذلك أفطر، لأنه سحب منه كمية من الدم، وهذه الكمية تضعفه وتضعف بدنه ولا يتحمل الصيام. والحاجم أفطر لأنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم إذا مص القرن، فإنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من طعم الدم أو من الدم، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة، فأفطر الحاجم من أجل ذلك وسدا للذريعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، بمعنى أن كل منهما فسد صيامه.